اسم الأغنية الكويتية التقليدية الممثلة في الأصوات والفنون والألحان القديمة المتوارثة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو انتماءات: الأغاني المدنية والأغاني البحرية والأغاني البدوية. القسم الأول الأغاني المدنية تنتمي إلى المدينة طبعا، وهي الأغاني اللي يمارسها المطربين أو الأغاني الجماعية يمارسها طبعا، تمارسها الفرق الشعبية. عندنا الأغاني الفلكلورية يمارسها الناس وتعبر عن أحاسيسهم ومشاعرهم ووجدانهم. كذلك عندنا الأغاني العقائدية. أنماط الأغاني، أغاني المدينة أو المدنية، تشتمل هذه الأغاني مجموعة من القوالب الغنائية يطلق عليها، مثلا الصوت العربي، الصوت الشامي، الاستماع الخيالي، الفن النيدي، الفن الحساوي، الخماري، السامري. لا 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 يا أهل الهوى.
جزاك الله بخير. كيف حالك؟ الله يسلمك. مساك بخير. طال عمرك. العم سلطان الحربي. بارك الله فيك. العم سلطان الحربي وعبد الله. طال عمرك الله عمك مولاك والله بارك فيك. يقولون انك تحفظ زهريات. اي. ها؟ الحين؟ اي. شنو اللي تبي؟ كيفك. ها؟ كيفك اللي تقول. ها؟ ايش عندك من زهريات؟ يقول الدويش يبون حفظ. عندي مالت الدويش وعندي غيرها وعندي في زهريه ولها سالفه. ها؟ في زهريه ولها سالفه. زهريه سالفه مالت الدويش؟ اي. اي هذه طال عمرك. وليت شباب في من الشباب في البحرين ويا عمه وبنت عمه في البيت وياه. عاد يقول يا ولدي تجوز خذ بنت عمك. ماشي مو طايعه. ورجال عمره 24 سنه وجاب الخشب حق عمه وذي وش كذا. قال له شوف عقب الصلاة سفر يوم الجمعة بالليل نسافر إن شاء الله عسى الخشب يعني شغلهم كله موجود كل شيء ما نسي شيء. قال هذا ونصر بالليل عمه عقب المغرب راح السنبوك ركب بطل فانوس طلع الدائرة ونزل فيها نزل فيها أعطاها بنته. إيه قال له يا ياسي محمد أول تلبسي كنت عليك من الريحة. قال إن شاء الله. هي طق له من عند الباب قال أنا محمد. قلت محمد تفضل تفضل. دش شاف بنت عمها ولا صورة. قال عمي يراودني وأنا غافل عنها. شافها راحت جابت الديرة وحبتها. تعلق قلبه فضل. دش الغوص. ذيك اليوم نهار ثاني نهار ثالث نهار رابع شهر انحل الرجال وبعد نهامه يوم تم شهر طال الرجال انحل يعني عزم يقوم هي عزم قال زايد معاكم بقدر طرشتي والشهر وخلاف هذه علي اليوم هذه شهر طير السعد يا عشيري هام عني شهر وانا حاب وصله مقيم الشمس عني هوى هواي عنده ولا لي بهواكم هوى ان كان رب العرش يلم لنا بالهوى لا بد من ساعة ننشر بتالي شهر. مشكور يا ابو عبد الله. الله يطول عمرك وعساك القوه ان شاء الله. امر عساك القوه. الله يقويك ويعطيك العمر ان شاء الله. الله يسلمك. مشكور يا ايبا امان الله. رايح؟ اي تونا عارفينك. We'll be right back.
الكبير، جزاك الله بالخير. أهلا وسهلا أخوي، كيف حالك؟ بارك الله فيك. طيب إن شاء الله. الله يخليك. الله يسلمك أخوي خليفة. ممكن تكلمنا عن العرضات بالكويت بالأول بالعيد؟ بالعيد وش أول ما سويت اللي ما سوى عرضه؟ أنت اللنقاوي سالم اللنقاوي براحة مبارك، ويسوونها عند الشطاطي جبلة يسوونها، وبالنسبة حق هالبحر، وطبعا الرندم رندي بالصفة، وهذا بالنسبة حق فرقة الاسم. انت يا سالم مش ذي براحة مبارك يسوي ميلسي ويسوي عرضه، انت يا سالم اللنقاوي. وذ الشطاطي هناك الشطي وسالم الشله جبله، هاي بالنسبه حق اسمه. بعدين توفى انت تشمك اخذ حمد، يعني اول راح اللنقاوي وراح حمد بن حسين. من بعد حمد بن حسين ينحنا فرقه العميري، يعني تقريبا تكون فرقتنا احنا بالستينات. الستينات اول ستينات يعني. اول عيد الوطني كان من مصر العيد الوطني الستينات دشينا احنا، بس الاساس انه اول اللنقاوي، وبعدين وراء انت يا حمد بن حسين، وحنا الثالث. تقريبا تكونت يعني فرقتكم بالاول، يعني العدد ايش كثر كان بالبدايه؟ تبدا والله وايد تقريبا، يعني نص العالم نصه عند حمد ونصه عندنا احنا. لسا ماكو فرقة بحمود أو أنت يا معيوف أو فهد بن حسين، كان سع فهد ويا أخوي يميع، ما كل حنا العميري وحمد بن حسين، نص مني ونص من العالم كلها عندنا، ولا كو اسمه، ومشينا بالطريقة هذه. زين أخوي خليفة، الفرق بين صاحب العدة، شخص صاحب عدة وصاحب راعي فرقة، صاحب العدة هذا مثل أبوي يعني هنمونه. هو قزر عمره بالبحر كله مقدمي، اول بحر بعدين صار مقدمي، ويوم صار مقدمي هو راعي العده، عدته ياخذها وياه من هني وركبه ويا البوم وضم له مقدمي، ينقله فلان وفلان وفلان من زين ويمشي وياها. هاي صاحب يعني صاحب الفرقه، صاحب العده، صاحب العده قزر سنه كلها كذا من البحر، يجي هني انتهى هو البحر، انتهى كل شيء نمونه، ضمن عدتنا حق الفرقه هذه. زي العدة لها قلاطة لما يطلع. طبعا لها قلاطة هي. حتى بالبحر لها قلاطة. يعطونها قلاطة. وهني يعطونها قلاطة صلاطة هذا. ال في مساعدات كانت تدفع للفرق. شلون يعطونا نحن؟ شلون؟ شلون يعطونا بالسنة 3500. ما زالت هذه؟ لا الحين. لا الحين. تكفي؟ والله ما تكفي. ما تكفي. والله. شو المصاريف اللي عندكم؟ عندنا هني حق الديوان، مو بس من البحر، يونا من البحر ومن الانديه ومن اصدقاء من الفرجان، يونا من الديوان شاي وقهوه وصبي حق الديوانيه، جماعه يونا من البحرين، جماعه يونا من القطر، يونا نعم من القطر، يونا من السعوديه جماعه دي، ولازم نقوم بالواجب هذا، ما تثبت ولا 3000 داخل، ما يعطوني اياها بعد كذي، هم بعد زينه كذي يعطوني اياها كل عيد، يعطوني منها 1000. أول دخول رمضان يعطوني 500 دينار، ولا عيد رمضان عطوني 1000، ولا عيد الوطني عطوني 1000، ولا عيد الضحية عطوني 1000، كم 3000 بسنة. وما شاء الله الحين. وما شاء الله ما تكفي، ما تسوي شيء. ما تسوي شيء. طلبته يعني منهم مثلا زيادة ولا شيء ولا ساكتين؟ والله كلمنا بعض الجماعة وقال إن شاء الله على مكفوف إن شاء الله هذي. ولا الحين. زين الحين تسجلون فرق بالتلفزيون أو بالإذاعة؟ والله من زمان ما سجلت. اخر مره سجلت اقول لك لي 10 سنوات. ما سجلت تسجيل ويا المرحوم، سجلنا في جليعه يوم مسوي العدان، قص العدان مع المرحوم سفدوخي وغيرها، سلامتك كنت ايش الحين يعني. لا ملح. طيب اخوي خليفه، ايش رايك بفرقه التلفزيون الفنون؟ فرقه التلفزيون فيها زين، فيها سوى شغلات زينه واكو شغلات والله مهي. زينة بنعرف وش الزين وش الشيء. قناة السامري سووها فيها زينة. سامري. إيه. قناة السامري سووها زينة. في فرنسي بعضهم سووها هم زين. في مخالف هم هم بعد سووا زين، بس اللي يقصرهم نهام. لو عندهم نهام معناوي شوية زين بالأساس يصيرون زين. لكن اللي عدل المعنى والنهام. طيب الشغلات اللي هي زينة اللي لاحظت عليهم مثلا. السنقيني مو زين. السنقيني بعد مو زين. السنقيني على مجموعة يقنون هاي صار غير، يختلف وايد. يختلف وايد، ولا قال كان عنده اسمه أنا بقرا فيها مطارة، ولا صار ياها هي اختلف عنهم. هاي دزيت غلطة دزة. زين بسمعوا لنا شيء اليوم؟ وين في؟
الحين سمعك فن حساوي. حساوي إيه؟ توكلنا على الله. توكل. مشكور يا خليفة ما قصرت. عساك على القوة إن شاء الله. الله يسلمك. Thank you.